حمى. أهلين أم تيسير، يبعت لي حمى. ألف الحمد لله على السلامة. هيك هيك بتخلو فيني أنت وصارة؟ إمتى تركوكي؟ ما بعرف، هلا تركيني. فوتي فوتي أم تيسير، فوتي. لك أختي هلا وقتها. يعني عليك يا أم تيسير، لا تأخذيني لا تأخذيني. مو بقصدي كان، بس لما شفت هالفرحان عدو بالمخفر عم يطلع فيني تطليعة شمات هيك لطيف، وانا بهداك الوضع تمنيت الارض تنشق وتبلعني. شي يا خيتي شي، وقف بحلقي وغصيت، لا عاد طلع صوتي ولا عاد طلع معي الحكي. الله يسامحك الله يسامحك، ما كان فيكي يعني صعبة عليكي لهالدرجة تقولي لهم معي ام تيسير وبدي اطلع انا وياها سوا. لك امنت في حدا من طرفك طالعك من المخفر؟ شبك انت التانية؟ لك اختي ما شفتي شرطي ابو النضاره؟ حلف راسه وقلب عاصه الا ما يبيتني ليلى بالنظر. انا منو؟ ما عرفته. لك هذه اللي عضيته وقت المسكه. ايه. قال بده يتلقح ضد الكلام، وقال بده كمان يعرض حاله على الطبيب الشرعي. يا حياتي، هذا لو عرض حاله على الطبيب الشرعي بده يبيتني 21 يوم بالنظاره. يو، وشلون لفلفتيها؟ اجى رئيس المخفر الصبح وقال لي رح مشي لك اياها، بس بتكتبي تعهد انه ما تشحدي. الحاصله صالحني انا والشرطي وقال له بسيطه، هي مثل امك، اخلي سبيله واخلى سبيلي، وهي جيتي من هنيك بوشي لعندك. بس انا مو جاي اعمل لك زياره، جاي مشان عاتبك على النومه اللي نمتها. البس فوز وسويتك رح اموت لهلا عم بفكر كثير. معلش يا ام تيسير، رح يبدأني هالمره. لك على القليله انت ما حدا قرب عليكي، بس انا مشان الولد اجري لهلا عم تنوز علي ناس.